هذا وأشارت سعادة الأستاذة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك أشارت خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إلى أهم الموضوعات والقضايا التي تمت مناقشتها خلال القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي فرضتها الجائحة العالمية شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة للحديث عن مشاركة الشعب البرلمانية في القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات طبعا هاي القمة البرلمانية المهمة تنعقد في ظل انتشار وباء كورونا في كل دول العالم فبالتالي فإن رئيسات البرلمانات خلال جلسات نقاشية ومناظرات ناقشوا عدد من القضايا اللي تبرز جهود المرأة في التصدي لهذا الوباء سواء على المستوى العالمي أو المستوى المحلي وتضمنت القمه جلستي عمل تركزت الاولى على تقييم دور واداء النساء في جميع مناحي الحياه خلال الجائحه والثانيه حول طرق وسبل الحفاظ على النجاحات والانجازات اللي تحققت للمراه لتكون جزءا لا يتجزا من خطط التعافي التي تضعها الدول وبدورنا كشعبه برلمانيه المملكة البحرين قدمنا النموذج المشرف للمراه البحرينيه والإسهامات العديدة التي قدمتها من خلال تواجدها في الصفوف الأمامية للتصدي لجائحة كورونا وقدمت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة رئيسة مجلس النواب كلمة أبرزت من خلالها المسؤولية الوطنية التي تتحلى بها المرأة البحرينية وما قامت به من جهود سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو الأسري وما تحظى به من دعم كبير ومساندة لتكون دائما في الصدارة والريادة لأداء دورها شريك في نجاح أي استراتيجية أو خطة أو مبادرة يكون لها الانعكاس والأثر الإيجابي في مسيرة التطور والتقدم لمملكة البحرين فيما تبدأ غدا الثلاثاء إن شاء الله أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بمشاركة وفد الشعب البرلمانية بما يتضمن تقديم تجربة مملكة البحرين وتميزها في إدارة أزمة كورونا وأيضا ما حققتهم من نجاح مشهود في القضايا المتعلقة بالمساواة والتوازن بين الجنسين وتحقيق التنمية المستدامة وما تشهده مسيرتنا الديمقراطية من عطاء مستمر وجهود وطنية مشتركة ترفع اسم مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية